يقول السائل: أنا خادم لولي من أولياء الله، أنا خادم لولي من أولياء الله، نعم، وأريد أن أوهب له عمرة، فهل هذا حلال؟ العمرة إنما يناب فيها عن العاجز، عن العاجز عجزا مستمرا، العاجز لكبر لا يستطيع السفر للحج والعمرة، أو لمرض مزمن لا يستطيع السفر للحج والعمرة، هذا يناب عنه لا بأس. أما الإنسان الذي فيه قوة وقدرة على أنه يحج بنفسه ويعتمر بنفسه فهذا لا تجوز النيابة عنه. نعم.